مع بداية الشهر الجاري باشر المصرف الزراعي التعاوني في السويداء توزيع الدفعة الثانية من السماد على المزارعين بعد الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى المتضمنة مادتي السوبر فوسفات واليوريا 46 بواقع 50% من الاحتياج الفعلي لمحصول القمح. يضاف في الدفعة الثانية الأزوت للفوسفات واليوريا بواقع وحدتين من السماد لكل دونم مزروع بالتفاح والزيتون. بموسم 2023-2024 نحن بمحافظة السويداء مشهورة بأشجار التفاح. الحمد لله الدولة أمنت لنا مادة اليوريا بكميات كبيرة وبسعر مقبول بالنسبة لأسعار السوق برا. بنتمنى منه بس أنه تكون مادة اليوريا خففوها من 28 كيلو للدنم ل 4 كيلو للدنم، فبنتمنى أنه تكون كاملة لأنه نحن كمحافظة مشهورة نحن بأشجار التفاح. تم البدء مطلع الشهر الحالي بتوزيع 50% لمحصول القمح سماد أزوتي، طبعا السماد المتوفر هو اليوريا 46% والنترات 26%، بالإضافة إلى بدء توزيع مادة السوبر فوسفات لكافة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضار والأشجار المثمرة. الكميات الموزعة من السماد على مزارعي السويداء هذا العام غير كافية حسب قولهم ولا تسد الاحتياج الحقيقي من المادة، إذ تم تخفيض الكميات من 28 كيلوغرام إلى 4 كيلوغرام سماد للدنم الواحد، مما يترتب عليه شراء باقي الاحتياج من السوق السوداء وبأسعار باهظة، علما أن المعنيين في المصرف يؤكدون توفر كميات كبيرة في مستودعات فروع المصرف في المحافظة. نحن بالنسبة للمصرف الزراعي عملاق المعامل مليحة ماشي، وإنجاز معاملات بشكل يعني سريع ماشي. أما بالنسبة للأسعار، السعر بالمصرف ها احسن من يعني احسن من السوق برا. نحن بالنسبه للاسمدي الاشجار ما عم تاخذ حقها بالنسبه للاسمدي، وصلنا 4 سنوات محرومين من السماد. اعطونا على 400 دلم، اعطونا عليهم 10 شولات سماد. احنا بالقانون يطلع لنا اكثر عليهم، وهم يعرفوا قديش على الدلم. هذول يطلع لنا لا. بس اعطونا هذول نعطيكم دفعه ثانيه، وما اعطونا دفعه ثانيه. المصرف الزراعي عم يتاخر علينا بموضوع تسليم السماد على موافقه امنيه او غير موافقه امنيه، هي من ناحيه، من ناحيه ثانيه ارتفاع غلاء الاسعار السماد كمان عم ينعكس علينا بشكل كبير. دنم 4 كيلو شو بدي اعمل 4 كيلو بالنسبه لدنم اللي فيها 28 شجره بتحطي لها اوقيه يعني للشجره شو بتفيدها؟ ما استفدنا شيء. بالنسبه لكميه السماد اللي عم بيوزعوها للفلاحين قليله، يعني عاطين السنه هاي لدلم التفاح او لدلم الزيتون 4 كيلات، 4 كيلات ما بيعملوا شيء. يستمر توزيع السماد حتى نهايه اذار القادم، وذلك في فروع المصرف الزراعي التعاوني في السويداء، صلخات شهبة والقرية، طبعا لقرب المزارع أو بعده من فرع المصرف. من السويداء أمل الشمري لقناة